وعندي واحد السؤال، كيفاش مثلا بغينا نترجمو بالدارجه فلما قدا منها زيدون وطرا، اذا بغيتو نحاولوا كيفاش نترجم الى الدارجه. ما يكريو اعتذر على الازعاج يا ودي العقل. ضرب له الكسميتو وسلامنا ودوز له. نو ملي شبع فيها زيدني نكحها نو شبع فيها نكاح. لا قضى فيها حاجه حاجته ولا قضى حاجته. قضى حاجته لان قضى منا، قضى حاجته وعطاها له. نقول واحد الهضره ولينا شويه بس با غراف، ندوزوها بجريمات الماء. من الحياة في الدين اختي فولا تفضلي. من ديجا دوزها زيد دوزها الاخر. اي والله لا افحمتيني انا سحمني غادي تقولي سمشي. فولا انا خفت قلت واو فولا غادي تقول شي حاجة غادي تسحقنا اليوم. من سلام الناس. عفوا ولا ملي يشبع منها عطاها الاخر. شوفوا بيان ليغ كيفاش غيترجمها، هو اللي غيتقنها. نو شوفوا الترجمه بالفرنسيه وباللغات الاخرى بالالمانيه شوفوا شنو كاتبين على هاد الايه هادي. وي بوني دي شكون عنده القران بالفرنسيه بعدا؟ انا بعدا ديال العربيه وما عندي فهم. كيفاش بالالمانيه عندك شي قران بالالمانيه؟ كيفاش يقولوا لهداك الآية بالألمانية؟ وراني كنحاول نترجمها غير سكتي سكتي، عيني غادي نترجمها دقيقة. نو ماشي انت يا فام اللي ترجميها، راه كاينة نسخة بالألمانية، نسخة القرآن بالألمانية. قلبي عليها قريها لينا. كاين نسخ حسن، كاين نسخ عديدة، كل لغة فيها عدة نسخ، وهذيك النسخة كتختلف بالباك جراوند ديال المترجم أو المترجمين إذا كانوا بزاف في هذيك النسخة، لأنه ما تيراعيو المشاعر ديال المسلمين وما كيبغيوش يصدموا الناس. هذوك التراجم راه تيكونوا دائما المعاني بين قوسين. أنا كنظن فام إلا ترجمتها بالألمانية غتكون ترجمة أدق. ولكن حتى واحد ما غيفهم غادي تكون مضطره انها تولي تشرحها لنا بالدارجه، دونك غيفهموها غير اللي تيعرفوا الالمانيه. مهم القران تيهضر عليها كانها شيء سال منها واحد زوجها الاخر. فين هو رايها هي؟ واش هي قضت وطرها من زيد؟ واش هي وافقت على الزواج؟ ما كاينش هادشي تماما. أخت عاملة بحال أنعام اللي هي شيء. ترجمتها بالألمانية طلعت لي زيد دوز بها الوقت، كمل وقته منه. زيد فبغاخت يغتايت زيد دوز الوقت ديالو معها، ومن بعد حنا هابنسي ميتي، ومن بعد حنا زوجناها ليك هكا طلعت. مهم زيد دوز بها الوقت. هادشي اللي طلع لي في الألمانية. ومنين دخلت لجوجل نشوف الترجمة ديال الآية لقيت تفاسير كاتبين القصة علاش زيد وزينب وداك التخربيق. قصة مخجلة للمسلمين ومازالين شادين في الوسخ. غير واحد الإضافة أصلاً في التفاسير، التفاسير هي باغة لأنها قالت ليها زيد، قالت لي واش تطلقتيني عيد جوجني النبي تتساءل. هي كانت باغة هي، وانت اللي نبهتيني لهذه القضية. هو فعلا لو أنها ملمحات محمد ما كانش غادي يزعم، وانت اللي نبهتيني لهذه القضية. فاش هو شاف ما شاف وقال سبحان مقلب القلوب،
لو انها ضربات في واحد الشوفه وخندرات فيه واحتقاريه ما يتجرعش، ولكن هي باغة. والفكرة ديالك اصلا تحياتي والمايك فري. وهي ماشي هي بغات، ومن بعد ملي تزوجها قال كانت كتعاير النساء ديال الرسول كلهم، كتقول لهم انا الوحيده اللي نزلت فيا الايه وطلقت بامر من الله باش نتزوج النبي محمد. هي كانت تفتخر بذلك. شوفوا على عشرة كي دايره تلقين ما طلعت صعلوكه. شوفوا شي حد حط وحده من التراجم بالفرنسيه puis quand زيد eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. علاش empêchement الايه ما فيهاش empêchement؟ هاد الترجمه غلطه. الايه تقول لك ما يكونش عندكم حرج، الحرج ماشي هو الامبيشمون. راه ملي كتقراو التراجم كتلقاو اخطاء كثيره، لان المترجم كيحاول يصلح القران، كيحاول يصلح الاغلاط ديال القران باش ما يصدموش الناس. واش الحرج هو الامبيشمون؟ لا لا، الحرج هو لا جين جيني اون دي جيني نو. الحرج هو لا اونت ou la honte. Ouais, ou la honte. لا الحرج فعلا هو être gêné ou la gêne. La honte هو الخجل. لا ولكن في هذه الحاله فعلا كما قالت الاخت فولا تنطبق على الاثنين، يعني حتى يعني حرج الخجل، خجلتي من الجنس اللي درتي. الخجل نتيجه ديال الحرج، كنظن الكلمه الاصليه تما هي الحرج. على أيين غرام اللي غتقراو التراجم غتلقاو داك الشيء غلط. الترجمه الفرنسيه تقول لك كون زيد سيسي توت غولاسيون alors que c'est pas متطابقه مع بالعربيه، تقول هذيك انتهى من علاقته معها، ماشي قضى منها وطرا، سي با لا ميم شوز. وي فعلا هذا خطا ثاني، انا شفت غير ديك الكلمه ديال امبيشمون، مي كاين اخطاء اخرى. دونك سي فري تيحاولوا يعدلوها باش تجي دايز باش كدوز كتجي طريفه هذيك لا فيرسيون بالفرنساويه. قراو لا فيرسيون ديال الدكتور سامي الديب، راه ترجم القران بالفرنسيه وحاول ما يغيرش المعنى. يعني ملي كتوصل اضربوه النات يقول لك فخابي لي، ما تيقول لك شي حاجه اخرى، ما تيرقعش. كنظن الترجمه ديالو مزيانه، اقرب للمعنى الاصلي. اقرب ما شفت انا بالترجمه هو انكحوا ما طاب لكم من النساء او ما ملكت ايمانكم، ترجمينها بالانجليزيه واتس ان يور رايت هاند، ملك اليمين ما بيدك اليمنى. تخيل تخيل الترجمة إلى أي حد واقع حين، ما بيدك اليمنى يعني واحد أمريكي العاقل ما يوجد بيدك اليمنى. شنو قالوا العاقل؟ شنو قالوا نكيحو؟ شنو قالوا لها في الأنجلي؟ فاك. لا لا دير ميري دير مارياج، لا دير المارياج، ولكن بلي جاو الهادي راه قمة الوقاحة. انكح ما بيدك اليمنى ويعرف انت شناهي ما بيدك اليمنى، ما عمرك غتعرف راك يهضر على الجواري والميكي. دارين ميري دام والله يعطيهم الدل. كاينه واحد الايه نسيت عليها كيهضر على دوك اللي ما كينوضوش، سميتها الارابه وللارابه ذوي الارابه من الناس. قلب على ذوي الارابه من الناس شوف ترانزلاسيون ديالها ياك، قلب عليها نشوف اش غيقولوا ذوي الإرادة من الناس. ما يقدروش يقولوا واضربوهن دير لها شفت واضربوهن دير لها فرابي جنتل
جنتلي زايدينها ما كيناش كيزيدوها. ويزادوا ديك جنتلي باقي كيكذبوا عليهم، ولكن غادي يوصل الوقت بنادم غادي يبدا يبان ليه داك الشيء ماشي تالي. لحد الان باقي ما عقوش ما استوعبوش بان الاسلام هو اللي دار الكحله في العالم بهاد العبوديه ولا استعباد الناس. داك الشيء اللي داروا في افريقيا داك الشيء كله كان ديال المسلمين، هما اللي كانوا منوضين في افريقيا، هما اللي كتبوا البلو برينت كيفاش بنادم يتباع كيفاش يتشرى كيفاش تعاملوا. ايوا جاو الاوروبيين لقاو داكشي موجود، العبوديه كاينه، وبداو كيهزوا في عوض الله كيديهم الانجليز امريكا اللاتينيه. وهاد الناس اللي كيقولوا الاسلام باقي ما فهموش شنو هو الاسلام، ما دخلوش كنا شافوا العمق ديال الاسلام غادي يعرفوا شنو هو المشكل اللي نايد في العالم. الله جاني واحد الفيديو تشارلز دوغول قال لك اليوم واقيلا اليوم كيصلي وسط المطار، شفتوا هذا الخبر؟ هذا شفتوا داك الشيء اللي وقع في تشارلز دوغول؟ قال لك سيدي بنادم كيصلي اليوم وسط المطار واحد تستيفة ديال عباد الله كيبانو كاع كلهم خدامين تمايا، هاد المسلمين غادي يخربوا العالم بهاد الايديولوجيا. وهادشي كيعبر على ديك الكوندونساسيون ديال هاديك الايديولوجيا كوندونسي. شكون يلقى داو الإرادة من الناس؟ العقل تي لا تروفي خدامة اخويا بيان لير ما قدرت تشوف، انا شوف شو ما خدامة شوف كيوي قلب عليها، ولا الاخت فام ولا فولا داوي الإرادة من الناس. دابا بحال الترجمة راه تحريف، هذا تحريف واضح زعما بلي المعنى والايه تترجمها وديرها بطريقه اخرى مخالفه للمعنى الحقيقي. هذا ماشي تحريف ديال كلام الله، هذا اللي كيكتب هذا مسلم دابا اللي ترجم، واش هذا فعلا مسلم؟ ما نظنش انه يكون مسلم ويترجم تحريف هو كيشوف الكذبه باينه هكاك، ما يمكنش يكون مسلم حقيقي ويحرف كلام الله. لا المسلم يحرف، هادو اللي داروا هادشي مسلمين هما اللي حرفوا القرآن. راه حنا كنا كنحشمو كنداو فاش كنا مسلمين كنا كنكذبو على عباد الله، واخا كنعرفو شي حقائق وداكشي ولكن كنقلبو اليوم على شي تخريجه. دان هاد الناس اللي ترجموا هادشي كيعرفوا واش كيديروا، كيشدوا لافورماسيون بحال فاش كتب البولي فرابي جنتلي هرم جنتلي ولا جونتيمون، عارفين بان مكتوبه جونتيمون ولكن جاتهم اشكال حيت فاش غي حنا تعودنا عليها وضربوهن. فاش كتقول لشي ناس في الغرب ولا في الامريكان ولا في الجابون ولا شي تقول لهم وضربوهن عينيهم كيدورو كيقولك اواتا كيفاش وضربوهن. اذا هاد الناس هادو كيعرفو واش كيديرو، فاش كيطاجمو شي حاجه ما كيطاجموهاش بالمعنى ديالها، الا ما لقاوش ليها المعنى كيديرو كوديك ترانزلاسيون ولا لا تراديكسيون كوديك، بحال فاش قال لك ملك اليمين هو لا بوسيسيون دو لا دروات ولا شي لعبه اشنا هي هذيك، هذيك كوديك. وداكشي اللي كيديروا وقت ما لقاو شي مشكل كيديروا كوديك ما كيضيع المعنى،
ما كيعطيكش اش كتعني الحاجة، كيعطيك كيفاش مكتوبة، هل فاش قضى زيد منها وطرا داروا العكس. اوكي انا مشيت ل... عفوا اخ يلي عندي واحد لقيت مصطلح ديال الاربه، هو كاين مصطلح فقهي كتعني البغيه والحاجه وهي شده الحاجه الى النساء، وكتعني الحاجه الجنسيه الى النساء، الميل الجنسي الى النساء ومنه. المهم الاربه هي البغيه، وكاين عاوتاني كاين مهاره وحدق براعه وحيلة. الا سمحتي يا روكي راك كتشرح لغه، واش عندي الصوت؟ عندي شي صوت ولا والو؟ نعم نعم عندك الصوت. اوكي روكي كتعطينا الترجمه اللغويه ديال الايه، القران لا يفسر بالترجمه اللغويه، القران معنى اصطلاحي. عطيتك في الاول عطيتك مصطلح فقهي وهو الحاجه الجنسيه الى النساء او الميل الجنسي الى النساء. شكرا. ولكن اولي الاربه ما تتعنيش اللي عندهم الحاجه الجنسيه الى النساء، تتعني حاجه اخرى فقهيا واسلاميا. التفسير ديال القران ماشي 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 الشرح اللغوي. اوكي اللي كنقلبوا عليه هو اش قال القران، فاش بغاو دوك الناس اللي ترجموا لنا القران مثلا بالفرنسي ولا بالانجلي اش قالوا فاش وصلوا لهذه المساله هذه، اش كتعني داوي الاربه من الناس؟ انا لقيتها، اولي الاربه من الرجال، هي سوره النور ايه 31 تيقول لك الى مشيتوا القران.com اللي فيه الترجمه بالانجليزيه ترجمها قال لك male attendance with no desire، male attendance يعني مع attendance يعني قريبة للخادم يمكن، with no desire. ولكن ماشي هذاك هو المعنى ديالها الحقيقي؟ لا ماشي هو، ماشي هو ما شي واحد إلا ما عندوش desire، ماشي هو شي واحد اللي ما قادرش على desire. داوي الأوروبا من الناس هما دوك الرجال اللي ما كينوضوش، يعني فاش كتقرا القران اش كيقول القران؟ تيقول لك الا بغى يجي العيالات خص يدخلوا عليهم غير داوي، معليش الراجل ما عندوش الحق يدخل على العيالات المجوجات للدار اكسبت صف الا كانوا داوي الاربه، يعني ما كيقيموش. حشقهم. عفوا بين لي وقع له هو المخنث كنظن هو المخنث. ايه مخنث يعني بحال اللي كنقولوا دابا ترانسكسوال ولا شي حاجه بحال هكا. لا كاين واحد النوع اخر امبوتنت، ما كيكونش مخنث وما كيقدرش ما كيقدرش ينوض داك الشيء. واش كاين في القران؟ يعني في القران الا جا شي واحد بغى يدخل عند الوالده يصوب تريسينتي ولا شي مضاربي ولا تريسيان خصها تقلبوا واش كينوض ولا ما كينوضش. الا كان كينوض خصها تقول لي ما يمكنش يدخل عليها في الدار حتى يجي راجلها، والا ما كانش كينوض كتقول لي اوكي معليش سيد صوب تريسينتي صوب سلوكا. دابا المشكل هو باش غادي تعرف خصك تقلبو، يعني خصك ديه وتجيبو ولا غادي نغوش وتردعو بحال داك اللي طلع واحد خينا طلع القلب يشبل خينا الجيب ديالو عامر خشي يدو بحاوكا كيسحابو عامر بالفلوس خشي يدو ويقول لي داك خينا ديه وجيبو ولا نغوش شفار. سمحوا لي على النكته الخايبه ولكن هذا هو الدين ديالنا عامه بالمسخ. عندي انا واحد الحديث اخ بيلير، قال النووي والمختار في تفسير غير اولي الاربه انه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذلك قال ابن عباس وغيره. قالوا في عقله ما قالوش في قضيبه، في عقله نعم المغفل في عقله في قضيبه.
وواحد تفسير اخر قال لك ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبار او عنا. ها اذا كان عنا وهي اذا هو ما عندوش تماما. اكزاكتون. الله يحفظنا ويحفظكم الرجال العزالة. ما دور الاسلام اش غادي انت فكرتيني اخبي لي في الفيلم ديال عادي امام النوم في العسل راه كيتكلم على هذه القضيه ديال العنه. وي كاين نوع اخر كانوا كيخصوهم كانوا كيخصيو هذوك الغلمان اللي كانوا يشدوهم في الحرب الا كان باقي طفل كيخصيوه وكيخليه يبقى كيتسمى غلام حتى هو من هاد الدول الارابه كيخصيوه. وحتى اللي عارف القصه ديال ابراهيم مع ماريا القبطيه باللي ارسل النبي علي قال لي سير قتل مأبور عشيق لماريا لانه كان هو الاب ديال ابراهيم. فاش مشى علي لقاه ما عندوش اللي لقى بانه مأبور. هذا نوع من كان نوع من الرجال كان متعارف معروف هناك كانوا كيخصيوهم كانوا كيبيعوهم ويخصيوهم كانوا في يخدموا في القصور يخدم مع يكون مع المرأة ديالك عادي يعني كيخصيوه ويخليوه من الصغر تيخص الطفل. هذاك علاش في بنو قريظة كان كيقلبوا لهم العانه لان كيكون باقي ما وصلش هذيك الشهوه ما عارفش شنو هي هذيك الشهوه الجنسيه كيخصيوه قبل ما يعرفها لان العرفه كيولي عنده مشكل مايك فريد. ولكن كنظن المأبور ماشي هو المخصي كنظن كاين شي فرق المجبوب ها سميتو المجبوب هذاك اللي مشى عليه قتلو لقاه مجبوب قال له راه وهذاك لقى ما عنده والو قال لك هذاك ما عنده حتى شي حاجه اما المخصي راه ما عندوش غير الخصيتين دونك كاين فرق. المهم دابا علميا طبيا تيقولوا عليه امبوتنت ماشي خنثى ولا شي حاجه ما كيكونش قادر هذا. ولكن اللي لاحظتوا ان هاد الخزعبلات وهاد الاديان وهاد الشيء مشكلتهم الوحيده كانت وانشغالهم الشاغل هو هذا الخزياتين وهذا وهذا الزمر وهذا وجات الحيوانات في الغابه تمارس ذلك عادي جدا وكل شيء كيعرف يحط المرود في المكحاله. والاسلام خلى جميع مشاكل العالم الدنيا والدين يتكلم على هو الا ما تكلمش على داك الشيء ما غيتسماش اسلام افهم داك الشيء كتسميته اسلام راك كتسلم امرك لهذيك الخزعبلات كامله ايوا تتولي انت يعني عبد لذوك الافكار وداك التخربيق هذاك كامل مع الاسف. الجنس كيكون حيت شناهو الجنس علاش دابا الانسان كينوض مثلا وان الدم كيمشي كيتحرك الدم في القضيب دابا في الصحراء كيكون الحال سخون هذه هي الاولى. ثانيا ما كانش عندهم الكراسم داكشي كيبقى يلعب وداكشي فهمتي. ثالثا ما عندهم ما يداو النهار كامل وكاع فاش كنكونوا مريحين ما عندنا ما يداو كنحط يدينا فوق الكراتش ديالنا جوج ديال الحوايج يا اما كتحط يدك في نيفك ولا كتحطو في هو الناس هادو الصهدو ما كاينينش الكراسن والعيالات كيسرقوهم وداكشي اش غادي يضن غادي يديرو غادي يكون الهم ديالهم هو داكشي. علاش اكبر حاجه في الاسلام هي الجهاد والجهاد هي كتخزي الناس كتاخذ لهم العيالات وهذا كنظن حتى هو من الحوايج اللي جعلوا الاسلام انتشر. تلا قريت دوك واحد الرساله ديال الممالك كيوصيه في شمال افريقيا كيعطيه المواصفات ديال النساء واختار ولا شي حاجه بحال هكا اختار لي شي وحده فمها صغير
ويديها طوال وصدرها عامر ورجليها ما نعرف كيفاش دايرين. وهادشي تا هو درايفين فورس. كان شنو هو المهم؟ هو الغنيمه، هو باش تنشر الاسلام. واحسن حاجه في الغنيمه هي النساء، حيت النساء كتبيعو وهي احسن حاجه كتاخذ. بحال دابا فاش كيمشيو فاش كانوا كيديروا شي غزوه كانوا كياخذوا النساء، وشنو هو كسموهم ملك اليمين، يعني اي واحد كيسرق شي حاجه كيحطها على يدو اليمنى كيريحوا بحال هكا. هذا حاط ثلاثه العيالات حدا يدو اليمنى، وحاط ربما شي معزه ولا شي حاجه شي عبره ديال العدس، وهنا تسمت ملك اليمين. وعاد كتزيد عليها صفية. صفية راه ما كان سميتها صفية، صفية يعني صفية المغنم. اشنو هو؟ هي النقعة ديال الغنيمة. مثلا كتاخد العيالات، محمد كياخد الصفية، يعني كياخد الخموس ديال كاع دوك الزوينات والشخدات والهزات. هنا تكونت كلمة صفية، وهذا هو الثقافة ديال هذوك الناس. بحال فاش هذاك كيصيفط ما عرف شكون، شي عبد الملك بن مروان ولا شي لعبه هكا مع السيد، كيقول ليه صيفط ليا، بغيتك تصيفط ليا هالنوع ديال المرأة، بغيتها تكون هكا وتكون هكا وتكون هكا، واختار ليا. اش كيدير؟ حيت هو الخليفة، هو اللي كياخد احسن حاجة في داك في الغنيمة. الا كان الذهب كياخد احسن حاجة في الذهب، إذا كان أي حاجة كياخد منها أحسن حاجة. وكيفاش انتشر الإسلام؟ وداك الشيء علاش الدين عندنا مبني على الجنس. ديو ما هو عنده مع الجنس، يا يعني إما واش غادي ديو هنا، ولا بغيتي تنكح واش خصها تخليك تنكح، ولا نكحتيها كيفاش خصها تنكح. وديما كتشوف بأن النكاح ديما شد عندك المايك يا بيالير. بيالير المايك مسدود. اوكي. في نفس الوقت ملي كانوا هما مشغولين بالنكاح، كان الصيني في شي خلا والقفار كيصنع السلل ويصنع شي حوايج يستعملهم بالخشيش وبالخشيبات. وحنا كانوا كيتقاتلوا على النساء والفتيات. وليني نيوز راه دين إباحي بالنسبة للرجال، والمرأة خصها تبقى عفيفة. إباحي حيث سيعطي الرجال الحق في التعدد والحق في ملك اليمين، والمرأة خصها ما تبينش ما هذا، ما تسعبرش، ما مهم من اعتبني فاتما وقفت ورميت جلابة. أيو جريت، قلنا أنت كيفاش رميت جلابة إلا كان ممكن. ممكن، ولكن المشكلة أنني خدام دروك تنسمع لكم، يعني تيجوني الاتصالات دو طونطون، غادي يكون شويه كومبليكي. نخلي شي واحد آخر يهضر بما نسالي غير العمل ديالي، وديك الساعة نقول لكم. بون كوراج، ما كاينش مشكل. ميرسي بوكو. شكون اللي يهضر الإخوان؟ شكون؟ روكي. وي اخ سولتيني. اي قلت لك عاودينا واحد النبذه على الهجره ديالك من الاسلام الى النور، الى كان ممكن بطبيعه الحال. وي بكل سرور. اولا واحد الحاجه كتكرفضها في الاسلام من صغري، وهي فرض الصيام شهر كامل
هذه كنت كتمرد عليهم كاش كنقبلها وتقريبا ماشي 24 عام ما تنصوم الصراحه. وبحد والصراحه نقول لكم بكل صدق ملي كنت مسلم كنت اسمع واحد الاستاذ كنت يقول الطلبه ديالهم الا كان الله كان كيشعل الشمعه وكنت يقول لهم الا كان الله يطفي هاد الشمعه هادي. وهاد الاستاذ كان ملحد وكنت اسمع ملحد كانت كتجيني غريبه. والصراحه يعني بدايه البحث ديالي تقريبا منذ دخول الانترنت المغرب تقريبا 94 تما بديت كنبحث. اول واحد اللي غنسمع له تقريبا هو هذاك الفلسطيني سميتو هذاك نسيت الاسم ديالو ابراهيم شي حاجه ابراهيم المهم هذاك. وشتو كيتكلم بحال دابا مثلا واحد الحلقه ديال من خلق الله جاتني شويه معقده كيفاش فسرها هذاك سميتو نتفكروا سميتو راه معروف هو اصلو فلسطيني تيتكلم بزاف وعندو قال في النمسا عندو مسجد عدنان ابراهيم عدنا ابراهيم هذاك هو اللي شككني. ومن تماك انطلقت البرنامج بكل جريء بكل هذاك ديال الاخ رشيد هذاك اللي كيضرب في الاسلام وكيضرب في الاحاديث هذاك فادني بزاف. هذاك من هذاك الاخ رشيد هو اللي خلاني نفهم الاحاديث ديال البخاري نطالع على كل شيء وفهمت ديك التناقضات. وتماك مشيت راك انا في باطوكس شحال هذه قديم كنت اسمع بيان لير المعيور ديما السبان والمعيور ديما مكشكش. ومشيت تمام كما قلت لافا مشيت عند بعض الملحدين عرب بحال الشريف جابير نوستيك ديك ديك سميتها سوريا حنا سلطان ولا المهم بحال هذيك. ومسيح المسيح فادني بزاف المسيح فادني بزاف يعني فهمت فاش درس مخطوطات القرآن عرفت تأكدت أن القرآن هو كلام بشري صافي. ملي عرفت أن الإسلام هو دين خرافة عرفت أن جميع الأديان كلها خرافة. هادشي اللي كاين أخ شكرا. خويا روكي تفضل. لا سير أخويا الصامو غير سير غير بغيت نشكر الاخ روكي على النبذه اللي عطانا شكرا. الدكتوره سميتها وفاء سلطان انا دائما تنسى سميتها مع انني تفرجت فيها بزاف. وفاء سلطان عظيمه نعم. هذيك مكروهه اختي فام هذيك تكرهوها وفاء سلطان ديما كتلقى انتقادات ورغم ذلك مناضله اخي روكي شكون اكثر من وفاء سلطان كامراه كانت جريئه طلعت في التلفازه ما كايناش. هي الوحيده تقريبا اللي كانت تتهضر على الاخطاء اللي كاينين في القران بكل جراه وبكل يعني بدون خوف. الا جينا نشوفوا من الملاحده كاملين خلينا الرجال كنعرفوا كاينين بزاف ولكن كان نساء راه وفاء سلطان وزيد عليها الاخرى ديك المصريه اللي عاد ماتت كنسى سميتها حتى هي جميله نوال السعداوي. نوال السعداوي يا نعم ما تنسيش اخت فام واحد رئيسه واحد الجمعيه ديال هذوك اللي كيفطروا في رمضان راه كانت كتبان انت كدير لقاءات نسيت الاسم ديالها حتى هي كانت كتعلن على الالحاد ديالها يعني كانت مغربيه جريئه. وكانوا الصراحه مهم نشقر سميتها كنيتها نشقر تماما. وذكرتي اخت فام على اول مغربيه مهم كاين بزاف نساء كاين تونسيات كاين مصريات كاين عديد يعني لا ولكن المشهورات الجريئات اللي طلعت في الجزيره وطلعت في التلفازه هي وفاء سلطان. وفاء سلطان صحيح هذيك كتحدى الفقهاء صحيح عندك الصح هذيك كنعتبرها مع شيوخ الازهر يا صديقي. تفضل كمل روكي.
وي وي اخت فام، هذيك معجب بها بزاف، وواحد القضيه انا اللي ساعدني بزاف راه هو الاخت ديالي كانت كتكره شي حاجه سميتها العرب ولا شي حاجه سميتها الاسلام، لانها قرات بكري، راه هي من مواليد 55 تقريبا، راه قربت 70 سنه وعايشه في فرنسا. هذيك ما كانتش كتصرح ليا بالافكار ديالها، ولكن كانت كتلمح، وملي كنت مسلم ما كانش كتقبل الخطاب ديالي، تنقول كيفاش. وهذيك هي الانطلاقه باش خلاتني نبحث وفهمت وكنت كنت ملي كانت كتجي كنت نناقش معها وعرفتني انني فهمت. وهي الصراحه هي من قديم، وهي لدينيه وخدات مسيحي، واخا كان جا هو ماشي مسيحي، هو كان مسيحي مابقاش كان دخل المغرب باش يتزوج بها، ودار مسرحيه انه سلم، راك عارفه القانون المغربي. صافي من دابا عايشه معاه، عايشه مرتاحه، وهادي هادشي اللي كاين. المهم راه تقريبا نفس التجربه اللي خدتوها نتوما كاملين، راه تقريبا خدت انا. والانسان اللي تكون عقله خفيف وعنده فضول وكيبغي يبحث على الحقيقه راه غادي يوصل الحقيقه، وهادشي اللي كاين. ومن تماك وليت دابا حاليا، دابا انا راه كتشوفوني كنجي عندكم يوميا، يعني صافي ما ولا الشغل الشاغل ديالي هو نسمع ناس بحالكم، ناس اللي كيسعوا للتنوير، وانا حتى انا غادي نحاول ندير الدور ديالي على اكمل وجه. اقتنعت الزوجه ديالي، ولكن هي كتصوم غير كعرف قدام الناس، حيت المهم اقتنعت 100%، حيت وقع لي صراع معها دايره شي 6 سنين وانا كنحاول نقنعها. كيف ما داك الاخ اللي جاب دانيال اللي كان جاب مو ما كانتش كتقتنع، حيت كانت كتعتبر كلام، هادشي اللي كان وقع ليا. ولكن ملي كنبقى نجبد ليها اسماء ديال المغربيات، شنو داروا شنو تيقولوا هادي، وفي الاخر تاكدات ان داكشي كله خرافه. المهم والابنة ديالي دابا عندها 15، واحد الناس ولاتني قالت لي بابا انا ديك القصص ديال انشقاق القمر ولا شق البحر وداكشي كامل ما مقتنعاش به. واحد التلميذة كتقريتها قالت لي نفس الشيء، وذكرت لي على المصير ديال ابن مقفع، وذكرت لي ها علاش تقتل وها علاش تقتل، وذكرت لي راه كانوا علماء، كانوا توما عندهم افكار، كانوا كيسميوهم ملحدين بحال ابن سينا، الرازي، خوارزمي الى اخره. وهادشي اللي كاين. المهم انا وليت خدام التنوير، انا راه الاشارات لكل مساعده، وما غاديش نبخل على اي واحد باي معلومه عرفتها. شكرا لكم اخي. انت منين راه المساعده صيفط لنا واحد عفت الاورو الله يحفظك، مشو تشوفوا الوالدين في سبيل الانسانيه. روكي تنضحك معاك. روكي منين الزوجه ديالك اخي خرجت من الدين ما عرفتي، ما كتجي عندنا كتصنط لنا ولا كيفاش؟ يوميا اخت فام كنذكر ليها الغرفه ديال البيان لي، ومرا مرا كتسمعكم والله الا واحد النهار سمعت صوتك بالله عليها العظيم، سمعت صوتك وقلت لها شو اسمعي هذه راه عايشه في المانيا اش كتقول يعني مرا مرا. وعطي وتصوري دابا كتعيط ليا تنقول لي انا راه في داخل الروم، كتقول لي اسمح لي صافي كمل، يعني عاجبه الحال ومرتاحه. والصراحه انا تغيرت حياتي راسا على عقب بطريقه جي ايجابيه، وليت سعيد، يعني كنحس براسي عاد زادت. هذا هو اللي كاين. راه كانت قالت واحد وقيله مضمن، جات لك ميلادك الحقيقي هو عندما تكتشف، عندما تلقي نظره بطريقه ذكيه، وراه هادشي اللي وقع لي انا. صافي فهمت الدنيا، فهمت شنو الدور ديالي، وانا دابا ديما كنتعلم، يعني عندي واحد نبدا ما حد يعيش وانا كنتعلم. والصراحه راه كنستافد منكم كاملين، كل واحد تبارك الله عليكم زعما، راه غو شابو لي كافام الاد الجميع، اخوه فولا لو يوغرتسن هيفا بيان لير، راه الاب الروحي ديالي العاقل سيسكو فام، واللي ما كاينينش تبارك الله عليكم كنبغيكم، وانتم هما الاسره ديالي. شكرا لكم.
وعطلة صارح النمل، عطلة الاختصاص ديالو هما النمل بيان سير. والله أخي روكي هنيئا لك ولزوجتك ولابنتك، وهنيئا أن حياتك تبدلت، ما بقاش فيها داك التقل وداك بنادم كينعس وهو خايف، بنادم يدخل للدار خايف، جالس خايف، تيهضر خايف خايف. الإنسان عنده الكثير من المسؤولية في الحياة، وتزيد عليها الدين، راه يعني بحال اللي هاز جوج الجبال، واحد على كتف وواحد على كتف. بالنسبة للإنسان اللي كيتخلص من الخرافة راه كيرتاح بزاف، وكيفكر القدام وكيكون كرياتيف. كما قلتي انت يا كاينين الناس اللي كيكونوا أذكياء وناشطين في التفكير ديالهم، كاينين جوج ديال كاين جوج الانواع. كاين واحد النوع اللي كيكون فضولي من الطفوله ديالو، كيبغي يعرف علاش كيفاش، ما تيبغيش يتيق اي حاجه تلقاها او تلقنها، كيبغي يدير الكريتيك. الانسان خصو يكون عنده الكريتيك، الا ما كانش عنده الكريتيك كيولي بحال داك البقره اللي كتمشي في الشارع وما كتشوفش لا اليمين لا اليسار، كتشوف غير القدام. اذا كتباسي بزاف الحوايج ما كتشوفهمش. بحال هكا الانسان الا ما كانش فضولي ما كيعرفش بزاف د الحوايج. وكاين نوع الاخر اللي ما كيكونش فضولي، عايش بحال عايش هكا بدون هدف، عنده الا كلا اليوم ونعس غدا الله اعلم، المهم اليوم وغدا شنو يجي اللي بغى يجي. ما عندوش النظره لقدام، ما عندوش ماشي كرياتيف في حياته، ماشي المهم يكوز 5 المرات وينعس وراه غادي يدخل للجنة. هذه ماشي حياة، هذه سميتها عبودية. ولمن عبودية لواحد الحاجة اللي انت ما شتيهاش وما كايناش، ما كت اكسيستاش، تكتعبد واحد الحاجة اللي ما كايناش، توضى لها وتصلي لها وتقوم وتدير وتزكي وتوظفك الناس كل شيء كيزكي، ورغم الناس ماشي مسلمين كيزكي وكتر من المسلمين، ما لا علاقة. ودخل الحمام برجلك اليمين ودخل الحمام برجلك هادي، وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسير المكة وضرب الشيطان، وشري الحجر باش تضرب داك الشيطان، وصوم رمضان وخرج الفطرة، وشري الحولي ودبحتين مقدم ولادك وشوفوا كيت قريت قدامهم، وبزاف دي الخريف. همشي الإنسان كيرتاح بينسو كيرتاح من يخرج من الخرافة. على الأقل كان نعس أنا بلا ما أقرأ 70,000 صورة ونشهد، كان نعس مرتاحة بدون إحساس بالذنب ولا شي حاجة. إلا شفت غير شي دري توتوز راه كنحس براسي أنا درت الذنب، دايره الذنب. قالك ما تشوفش، ما خصكش تشوف، النظره الاولى غير تشوف شكون، والنظره الثانيه هي الزينه. ويلي الزينه تاب العينين، ما بالك انت الا بغيتي دير شي حاجه ولا تعيش الحياه مع شي وحده عجباتك كتحبها وتحبك، كل شيء حرام، كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع. تخرج الويكاند تشرب كاس، ممنوع تسافر، ممنوع تهضر، ممنوع يكون عندك صديقتك بنت، ممنوع يكون عندك هذا. حياة التقشف، إلا عندك الفوتوي إلا جلس في الأرض، عيش التقشف. دين موك وكان ألدي وكان كارفور وكان هذا تاوك ومشى، وكان الكات كات تاوك وركب الكات كات. ماني أنا ربي عطاني لا قسني نعيش أنا التقشف، لأن شيوخ الأزهر يأمرون بالتقشف، وأولادهم يدرسون في أكبر الجامعات في لندن وأمريكا، كيضحكوا علينا دين ربهم، كيعيشونا في لاميزير، وخا حنا عندنا رزقنا وعندنا فلوسنا، لا خصك تعيش في لاميزير. شوف كيفاش الإسلام داخل لك بحال شي سوسة، كيتحكم فيك في كل شيء، في رزقك، في روحك، في حياتك، في نعاسك، في شرابك، في كل شيء. بزاف يكفي. انا الاخوان لا انجابيه، ما بغيتش انا نجيب شي حد يتعذب، يكفي حنا كنتعذبوا من اللي تخلقوا نتايا. خاصك دير، خاصك تقرا، خاصك دير ستاج، خاصك دير ديبلوم، خاصك تخدم، خاصك تمشي تنوض الصباح. كل شنو هذه حياه؟ ما حياه، ما والو. كاين شي حوايج في الحياه كنستمتعوا بها، ولكن كله الى الهلاك وكله الى الفناء، حتى حاجه ما غتبقى.
بقى انا مصدع راسي ونجيب ولده وبقى دايا انا الكاردوري ورجعوا وحقه ولا ما نجحش نتفقص ولا ما نجحش نضربه ونبقى انا كنمارس عليه العنف ونمارس عليه الافكار ديالي خصو ياخدها. يعني كتجيب شي واحد كتربيه على يدك واخا هو ما باغيش خاصك تبقى تقول له لا انت راه كاين واحد الله كاين خاصك تصلي خاصك دير خاصك تفعل. علاش جبتو كاع باش 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 تعذبو؟ ما تجيبوش كاع ونقصوا. حنا ديجا 8 المليار ديال البشر في هاد الكره الارضيه هي كنوسخوا استهلاك. شنو كنديروا حنا مستهلكين؟ نستهلك ما كان شنو الماء نوسخوه الشجر نقطعوه الورد نهرسوه ما كنديروش شي حاجه زوينه لهاد الطبيعه لهاد الكره الارضيه. بالعكس غير الضرر. والدول المتقدمه تقدمت وخدامين الزباله تيديروا لها التكرار وتيصنعوا القراع ويصنعوا الكراتن. الشينوي جالس في الجبل تيصنع لك سله بالخش وبالدوم وبالشجره والاخر جالس قال لك الجهاد القتل والدم وهذا والعنف واغريسيف كلشي اغريسيف. انت عارف الا بغيتي علاش انت علاش انت قلتي اختك روكي قلتي اختك من بنت الخمسينات والستينات وكنتي حاس بها ولكن هي ما هدرتش. علاش غادي تهدر؟ واش انت عارفه انت ها انت جيتي في بلاصه واش انت كتقدر تناقش اي واحد مسلم؟ راه يولي اغريسيف يقتلك. ما خصكش تهدر له في العقيده ديالو ما تضربلوش في العقيده ديالو. انا كما قلت لكم درت غير لادين الا دين درت لادين قلت لهم انا ماشي عربيه ما عنديش انا اصول عربيه كيديروا فيا شي شوفات بحال شي بحال انا لاقيطه ولا بحال انا ما عجبهمش ديك الهضره كاع في لا فامي ما عجبتهمش ديك الهضره داروا براسهم بحال اللي ما سمعوهاش قلبوا وجههم ما عطاوش اهتمام فهمتي. ولكن كون قلت لهم انا غنتحجب وغنمشي لمكه كون فرحوا بيا داروا لي الليله كون راه شكون بحالي انا. بون مايك فري خوتي طولت عليكم. شكرا الاخت فام and good night. ما تبقيش تفقصي في راسك المهم عقدي. سمعت يا فام والاخوان المهم عقدي كنتي غادية في واحد لا ديريكسيون داكشي شي بديتي كتسائلي شي قلتي ميمكنش نبقى غادي في هاد لا ديريكسيون حيت هاد لا ديريكسيون خاطئة ما غادي توصلني حتى لشي حاجة. دابا فين كاين الخطأ؟ اشنو هو الخطأ؟ أكبر خطأ اللي بدا هادشي كامل اشنو هي الحاجة اللي بدات هادشي كامل؟ واحد السؤال وجواب ديالو شكون يقلع عشنا هو اللي اول سؤال اللي الجواب ديالو كان خاطئ وهو اللي تسبب لنا في هذا الشيء ديال الدين وهذا المعتقد. دابا عندنا مشكل مع الدين والدين بدا بواحد الاشكاليه والجواب ديالنا لهذه الإشكالية هو اللي دخلنا للدين. أشنا هو هذا السؤال اللي جاوبنا عليه والطريقة اللي جاوبنا بها عليه هي اللي جعلتنا نمشي هذا المسار ديال الدين؟ إش كان هذا الشينوي يا إخوة؟ السؤال ربما منين جينا بين لير ولا الموت؟ من ظهرات الفكرة ديال الدين خلقنا كيف جاء الكون ولا الموت ما بالنسبة لي يجوز عاود الجواب كنت كنحرك عاود الجواب. السؤال اللي طرح هو منين جينا ومن جهة الكون او الموت اللي كان موت وفين كان نمشي وعلاش كان موت واش كيوقع بعد الموت. ربما هنا من بدات فكرة الله وفكرة السؤال عن لا ولكن كاينه واحد الفكره قبل من هذه قبل من هادو بجوج
قبل من هاد جوج الأسئلة كان واحد السؤال، كون ما كانش هاد السؤال ما غاديش يكون جواب على هاد جوج الأسئلة. نجاوب. ماشي منين جينا؟ سيسكو. الجواب هو السؤال اللي جاوبنا عليه، هو أن الله هدر مع الإنسان، هذا هو النواة. إن فوق أن الله هدر مع الإنسان غير اللي توضح بيان لي. بالنسبة لي أنا اللي أهدين هدروا على النبي والرسول والتواصل مع إله، أنا كان هدر على من قبل. هذه نتيجة، هذه نتيجة متأخرة. لهدرنا على الدين قبل، بلي كانوا يعبدوا الحجر، بلي يعبدوا الشام، بلي يعبدوا الظواهر الطبيعية. هنا كان تساؤل في فين ظهرت الذكرى ديال الله الأول. أما بعد وصلنا عند رسول الله دوا معنا، ذكرى أنا بالنسبة لي مرحلة أخرى. ولكن كمل غير عندك المايكرو، تفضل. لأن قبل الديانات الإبراهيمية، قبل الديانات التوحيدية، كانت الناس كتسائل، وكانت الناس كتعبد، وكتشافوا مثلا الفيضانات ولا إعصار ولا الرعد، فكيتخافوا وكيتعتقدوا بأن هذا إله. فهنايا قبل ما توجدوا الرسالة السماوية كانت فكرة إله موجودة، فكرة خالق، فكرة شي واحد حاضن، حاضنة السماء. ولكن انا هنا كنقول خصنا نديرو فرق ما بين ديانات نسميهم التوتيم ولا الديانات الاخرين والديانات الابراهيميه. واش خصنا نديرو هاد ديفيرونسياسيون ما بين الديانات الابراهيميه والديانات ديال الديانات الاخرين؟ المشكل اللي عندنا مع الديانات الإبراهيمية، الديانات الإبراهيمية كلهم عندهم رسول، يعني موسى، عيسى، بوشعيب، كاع كلهم. وهنا يدل على أن عندنا واحد الأسومبشن، أن أسيمي، أن افترضنا بأن الله هدر مع الإنسان. هذا هو لو بوين، هو اللي اصلا كان نورمالمون الا قال لك شي واحد الخالق هضر مع الانسان، هو نورمالمون ما غاديش تقبلها. اوكي، اذا الجواب ديالنا ماشي وقفنا وقلنا اوكي كيفاش الله غيهضر مع الانسان، علاش غادي يهضر مع الانسان، شنو هو الهدف باش يأمن به، أشنا هي القيمة ديال الإيمان بالنسبة له، شي حاجة مهمة أن الإنسان يأمن به، يعني شي حاجة مهمة لدرجة أن خصك تنزل عليها الأنبياء والرسول ومقاتل معهم، وكتصيفت الدين الأول ما كيقبلوش، كتصيفت ليهم تاني نبي خوك يحرقوا، نبي لأخوك يجروا علينا، أخوك يحرفوا لي الكتوبة ديالو. وهذا كيدل على ان هذه الفكره بان الخالق هضر مع الانسان نورمالمون ما خصكش تقبلها. إذن اول حاجه، واش الله هضر مع الانسان؟ هذا هو السؤال. قاشين فوق كتجاوب على هذا السؤال، الا قلتي ايه إذن غادي تاخذ شي حاجه اللي مصوبه، غادي تموت، كاين الجنة كاين جهنم، جيتي هنا كدوز امتحان، ها الحسنات ها السيئات،
هالشيطان كيغريك، هالجنة، هجهنم. هذا هو السيناريو اللي عطاو الناس ديال لهاد الأديان هادو. ربما واحد الإنسان اللي كيخاف من البركان، ولا كيخاف من الزلزال، ولا كيخاف من الفيضان، ولا ربما داك الإنسان كيخلق واحد الإله، ولكن ما عندوش ديك الفكرة ديال التواب، وكيكون عنده هذاك الإله ديالو باش يخدم ليه المصلحة ديالو في الحياة. بحال فاش كيجف النيل مثلا، انت يقول لك خصنا نمشيو نعبدوا الله ديال النيل باش يصوب لينا النيل، ماشي تيقول باش انا فاش غادي نموت غادي نمشي للجنة ولا الجهنم. نفس الشيء في المكسيك، الا عندهم شي بركان كيتفرقع، اشنو كيقولوا؟ بان خصنا نشدو شي واحد نقتلوه ندبحوه لهذا الاله. ولكن الهدف ديالهم كان مصلحه فوق هاد الارض، ماشي كتخلق واحد العالم كنعتقد من جهه اخرى. وهنايا هذا هو الميستيك الاول، وهو اللي مبني عليه كل شيء هاد الديانات الابراهيميه، ان الاله هضر مع البشر. كتبحث في هذه المساله كتلقى ما كتلقاش ليها شي منطق ليعطيها واحد القبول، ان تقول اوكي هذه سيتين بوسيبيليتي. اون فوا كتجاوب على هذه، الا جاوبتي اوكي ما يمكنش، علاش ما يمكنش الله يهضر معنا؟ حيت ما عندهاش شي، ما غادي يلعب حتى شي دور في الحياه ديالنا. يعني احنا واحد المستوى اننا ما محتاجينش ليه يقول لنا حتى شي حاجه. والشيء اللي اكتشفنا كانسانيه وكنا كنعتقدوا بان الله هو اللي كيديروا، لقينا بان المساله عندها علاقه بقانون الفيزياء. اذا هنايا اشنا هي الريليفانس ديال هذا الاله يهضر معنا باش نامنوا به؟ هذه انا كنعتقد هذه فكره تافهه بانال، شي حاجه ما عندها حتى شي قيمه وما عندها حتى شي حد انها نعتقد بها. بحال قلت لشي واحد شي حاجه، طبيعه الحال الانسان المؤمن ديما كيعتقد في شي حوايج لي انكرويابل، خص يكون عندك الايمان باش الله تامن بهم، حيت شي حاجه اللي ما تدخلش لك منطقيا باش كتهضر معهم تيقول لك خصك تستعمل المنطق ديال الانسان، خصك ما تشوفش الحوايج بالمنطق ديال الانسان. بحال فاش كتقلب على المصلحه ديالك، كيقول لك الدين هل خصك دير هذه القضيه، كتشوف انت هذيك راه ما فيهاش المصلحه ديالك. بحال فاش كتصوم رمضان ولا كتذبح الحول ولا كتمشي للحج. اوكي، هنا فين كيكون الكونفلي، ان انت مخلوق باش تقلب على المصلحه ديالك. اوكي، يعني داك الشيء اللي عندك اكزاكتومون داك الشيء اللي كيطلب منك ليكزيستونس ديالك، وكتجي هنايا وكتخلي المصلحه ديالك وكتضيع بزاف ديال الطاقات. بحال هادشي اللي كنا دايرين في الحياه ديالنا، حنا كلنا ضيعنا بزاف ديال الوقت. مثلا شحال ديال الخرا ديال قريش قرينا في حياتنا، هذاك الشيء كله خساره. يعني في كل معلومه عندك على الدين ولا على الاسلام ولا على جبريل ولا على الجنه ولا على جهنم ولا على عائشه ولا على الزبير بن العوام، هذاك الشيء كله اصلا ما خصش يكون، دوك المعلومات ما تكونش معمر بهم راسك. يعني كل ما كنتيش كتعرف شكون هو الزبير بن العوام، اش كنتي غادي تعرف في بلاصتها؟ الا ما كنتيش كتعرف اش كاين في الجنه وفي النار، اش كنتي غادي تعرف؟ كنتي غادي تعرفها بحال وقفتي مع شي واحد من شي دوله اخرى، شي الماني ولا فرنساوي ولا كتاي، كتخمم كتسولو كاع داكشي اللي كتعرف على الدين هو ما كيعرف عليه والو. يعني هذاك داكشي اللي كتعرف انت على الدين هو في بلاصتك كيعرف شي حوايج اخرين عندهم علاقه مع الحياه ديالو مع المصلحه ديالو. هادشي غير على مستوى الفكر مثلا،
عاد كتشوف المسألة مادية، مسألة الاجتماعية، كيف كيأثر الدين في السياسة، وهنا كتجي كتشوف علاش هذا الشيء كامل، حيث كنا كنعتقد بأن الإله غادي يهضر مع الإنسان. طبيعة الحال ماشي إحنا اللي سيدينا، واش الإله هضر مع الإنسان؟ شي ناس أخرين اللي سيدينا، واش هما بغاو نو كتبنا الثقافة، كتعيش في واحد الوسط، كتختارف من هذاك الوسط. أول ناس كتختارف منهم هما والديك، الأم ديالك، من بعد الأب ديالك، وهاد الناس هادو زيد عليهم خوتك وعمامك وخوالك، هما اللي كيشدوك وكيعمروا لك راسك بواحد الثقافة. علاش؟ حيت انت محتاج معلومات. اش كدير؟ كتجمع المعلومات، يعني كتجمع في لانكونسيون باش تبني عليه لو كونسيون، ولانكونسيون هو اللي كيدخلوا لينا في الدين، وكيفاش ناكلوا، كيفاش نشربوا، كيفاش نعسوا، كيفاش، يعني كتعلم الثقافة. وفاش كتبني الكونسيون ديالك كتبني على لانكونسيون ديالك، ولانكونسيون ديالك فيه شي حوايج اللي انت ما كنتيش مسؤول ان خصك تبناهم كفكر في حياتك، حيت ما كتسألش عليهم. وهنا كتبنا الثقافة واللي نحن قاعد صيدنا. يعني اشنا هو الحل دابا؟ الحل هو كتخدم المنطقة ديالك كإنسان. إلا قدرتي تجرد من دوك الحيتيات ودوك الخزعبلات ديال الثقافة ديال الوالدين، وكتواجه الموضوع مهم. وهذا هو المشكل ديال المسلمين. الثقافة زوينة، يا الثقافة ديالنا زوينة كمغاربة، ماشي الثقافة ديالنا زوينة كمغاربة. أي واحد تسولو على الثقافة ديالك يقولك الثقافة ديالي زوينة، فهمتي علاش؟ حيت ما عندوش أن تخشوا. إذن أي واحد كيعيش في شي دولة ولا في شي منطقة راه كتعجبو الثقافة ديالو كيف ما بغات تكون. هذا ماشي كنقولوها تكبر، نحنا الثقافة ديالنا زوينة. فاش كتمشي تسول واحد فلسطيني تا هو كيقولك الثقافة ديالي زوينة، مشيت عند واحد سعودي يقولك الثقافة ديالي زوينة، مشيت عند واحد من أي بلاصة. أوكي، المشكل هو مش الثقافة ديالنا. بيان لي اللي سمعتي عندك غير واحد الطرح. دابا المشكل راه ماشي الله يدوي معانا ولا ما يدويش معانا، راه غير المشكل اللي سوء الحظ ديالنا اللي جاب هاد الكذبة مجرم وسفاح. فهي مثلا نرجعوا للوراء، واحد الفترة ما كاينش الشرطة، ما كاينش السجن، ومثلا بغينا نغيروا واحد القانون، مثلا واحد الصراع وقانون ما بقاش عاجبنا، فاحنا مفاهمين بان هذيك الله غير كلمة باش نغيروا بها دستور او نغيروا قانون. فالفكرة في حد ذاتها راه كانت جميلة الا مشي الا فهمتيني اش غنقول. فمثلا اش غنجي قلت لك انا جيت قلت لك هذا القانون غنغيروه، انت ما تقبلش، ما ترفض، غادي ترفض باش تغير معايا هذا القانون. قانون انساني، انا مثلا باغي نغير الى احسن، ولكن انا جاي انسان باغي نغير، حتى واحد ما يستجيب ليا. اذا اش كنديروا؟ كنقول لك راه الله تواصل معايا طريقه خدعه، هي في حد ذاتها فكره. لو كانت ممكن تكون انسانيه وتكون اجمل. نقول لك راه الله الى سرقتي غادي نحرق في جهنم الى سرقتي، ولكن المشكل حنا اللي طحنا فيه الفكره تطورات واستغلها المجرمون والسفاحين. اي ما هي الفكره؟ ربما كانت جميله جدا، فانت ما بقيتش تسرق، نقول لك لا سرقتي والله غادي يحرق بلي تموت، او نعطيك نفرض عليك نغيرك الى احسن بدون شرطه، بدون بوليس، بدون محكمه، بدون اي شيء، يعني كأنني أضع دستور بطريقة ذكية. ولكن المشكلة أن هذا اللي جاب هذه الفكرة طلع شفار. قول ما يكفي، اسمح لي. يا وي، شكرا خويا العقل، متفقين على هذا الشيء، ولكن الدين ما عمرو جا
ما عمرو كان جا باش يخدم المصلحة ديال الإنسان. داكشي علاش كنقولوا بأن الأديان الإبراهيمية أديان أشنا هو المهم هنا؟ هو كتاخد الإنسان الحرية دياله، هذا هو المهم، أن الإنسان اليهودي ماشي حر، والإنسان المسيحي ماشي حر، والمسلم ماشي حر. أوكي، هنا فين كنقولوا الأديان ولا كيستفد منها واحد؟ فاش كانوا الناس كيديروا الدين ديالو بصح، ما تيقولش لك جيب لي سكوك الغفران، ولا كيقول لك خصك تصدق، ولا خصك تعطي العشور، ولا شيء نو، تيقول لك غادي نشدوا واحد وغادي نذبحوه. يعني الانسان ما كيستافد من هذه القضيه والو، خصنا نشدوا شي واحد ونشدوا القلب ديالو، نحيدوا ليه القلب ديالو ونعطيوه لله. ما فيهاش مصلحه ديال الانسان، فهمتي؟ ماشي كتستهدف الانسان تاخذ ليه الحريه ديالو، بحال فلوكا ديال هاد الاديان هادو كلهم تيقول لك ها غادي ناخذ لك انا الحريه ديالك. داكشي علاش فاش كندخلوا للجنس كنلقاو بانه كيقمعك، علاش؟ حيت هذا من لي زوتي اللي كتمارسهم فاش كتبغي تسلط على شي ناس. اي واحد كتبغي تسلط عليه وتغتصبو، اشنو كتاخذ ليه الحريه ديالو؟ شنو كتحيد الحريه ديالو؟ خصك تهرسو، تهرس ليه الشخصيه ديالو. باش كتهرس ليه الشخصيه ديالو هي كتعدى ليه على الحريه ديالو. اوكي، كتمنعو من يغذي الغريزه ديالو، بحال في الاسلام مثلا. تجي تقول لك الجنس لا، ما خصك تشوفها، ما خصك تريح في البلاصه اللي مريح معها، ما تريحش معها، شوف فيها مره واحده كيف ما كانت كتقول فام قبيله، شوف فيها مره واحده، المره الاولى عندك والثانيه عليك، والزنا الزنا حرام، وشي من لهيه ودور من هنا. اشنا هو خصو يقمعك سيكسيالمون، كيف ما خصو يقمعك فكريا، خصو يقول لك انت ما عندكش الحق تفكر، انت خصك تشهد بلا ما تفكر، انت بز عليك تامن. اوكي، انت ما عندكش الحق تكون سعيد، الذين يمشون في على الارض مرحا. وهكا باش كتهرس الشخصيه ديال واحد الانسان، كيعود عبد. وهاد لي زوتي كاع استعملهم الدين، علاش؟ حيت اللي جاب الدين انسان ما غاديش يجي يقول لك انا نبي حيت بغى لك المصلحه ديالك. نو جامي، غاديش يجي يقول لك انا نبي الله، ولكن انا بغيت غير المصلحه ديالك. داكشي علاش باش كتدخل الاديان ديما تيقول لك انت خصك تفكر. كتمشي للمسيحيه، كانوا ضد العلم، وكانوا ضد المعرفه، وضد لا سيونس، وضد اي حاجه كتخالف داكشي اللي جاب ليهم المسيح. كروية الشمس، الأرض ولات عند معها مشكلة، واش الأرض قد حول الشمس ولا دي دخلوا جميع الماء. علاش؟ حتى هذا هو الأساس ديال الدين. الأساس ديال الدين كيف ما قال، شكون قال؟ كارل ماركس، la religion c'est l'opium des peuples. اوكي، علاش قالها؟ على هاد القضية هذه، أن فاش كتشد واحد الإنسان مسلم أش كدير؟ أول حاجة كتحيد ليه الحرية ديالو، كتكبلو، مخصوش يبقى يدير داك الشيء حر أنه يفكر ويطبق التفكير ديالو على الحياة ديالو. نو، كتحيد ليه الحرية ديال التفكير، أوتوماتيكمون كتحيد ليه الحرية ديالو كيفاش يتصرف في الحياة ديالو. إذن هذه ما يمكنش، هذا إنسان هو اللي جاب الدين، حيت الإنسان هو اللي تيكون الهدف ديالو أنه يستفد منك، وباش يستفد منك خصو يستعبدك، وباش يستعبدك خصو يقهرك، وباش يقهرك خصو يدخل لك في الحرية ديالك وفي الغريزة ديالك والبيولوجيا ديالك كإنسان. لحقاش إنفو غادي تعطي الإنسان يتبع الغريزة ديالو؟ بحال إحنا مثلا في المجتمعات ديالنا، كيكون شي واحد مثلا عنده مع نحت هكاك من عند شي حاجه بحال هوايه عنده، ان دون،
شي حاجة اللي معطية ليه بحال الناس اللي كنعرفوهم معطية ليه شي حاجة، كيتزاد مغني الصوت ديالو واعر، كيتزاد عنده مع الرسم كتعطيه الريشة النهار الأول كيبان لك بأن هذا الإنسان هذا الشيء راه عنده في الدي إن إيه ديالو، أو لك تلوح ليه آلة موسيقية وكيبان لك بأن هذا الإنسان كيختلف على الأطفال الأخرين مثلا. كيجي الإسلام تيقول لك نو، إذن أش كندير؟ كنمنعك من الحرية ديالك، حيت إلا عندك الحرية ديالك أنا ما غاديش نستافد منك، إلا تبعتي الغريزة ديالك والطبيعة ديالك كإنسان حر أنا ما غاديش نستافد منك، أش غادي ندير؟ خصني نتكالك على الحرية ديالك. هذه الفكرة هذه ممكنش فيها مصلحة الإنسان، ما عمرها كانت المصلحة في الاستعباد. فاش كنهضروا على الاستعباد ماشي تشد واحد دي وتشدو تبيعو في السوق، نو، الاستعباد هو ان ما عندكش الحق تصرف طبقا للطريقه اللي كتفكر بها. اذا باش نغيرك خصني نغير لك الطريقه باش كتفكر بها. كيفاش غادي نغيرك؟ غادي ما نعطيكش الحريه انك تفكر، وهذا الشيء داروا الاسلام. اوكي، ما عندكش الحريه انك تفكر، حيت الا عطاك الحريه تفكر اذا غادي هادشي كله غادي تلاحظ، بل حيت انفو غادي تبدا تفكر اذا غادي يكون الجايدين الحاجه اللي كتسيرك هي المصلحه ديالك والغريزه ديالك كانسان. اوكي، اذا هاد الدين اللي كيدخل لك في الحريه ديالك ما يمكنش يكون من صناعه شي حاجه لي بوزيتيف ولا شي واحد بغى لينا الخير، نو. هو اصلا انت ما محتاج حتى شي واحد يقول لك كيفاش غادي تتصرف كانسان، انت ماشي ولد ديال 9 شهور حملات بك امك وليتي انسان، انت انسان دوبوي لونطون، شحال هادي وانت انسان وغادي تبقى غادي ان ديفينيتيفمون قدام انفينيمون. اوكي، اذا انت ما محتاجش شي واحد فاش كتزاد يجي يقول لك كيفاش غادي تعيش الحياه ديالك، ولا الله غادي يجي يدخل فيك نتايا يقول لك ها كيفاش غادي تتزوج ولا ها كيفاش غادي تطلق. إذا إمتى كيوقع الخطأ في حياة الإنسان؟ هو إنفو كيتولد، هو فين كيدخل الإنسان، هو فين كتدخل اليد ديال الإنسان، إما ليفوليسيون كدير الخدمة ديالها، كدير الخدمة ديالها غير كتزاد عاد كتدخل الثقافة. علاش؟ حيت خصك الثقافة باش تكون إنسان. إذا هاد الثقافة هادي إنيغون فيها أنه الإنسان هو اللي كيدير هاد الثقافة. اذا هاد الثقافه هادي ماشي ان برودوي ديال واحد ليفولوسيون. شنو هي ليفولوسيون؟ سي ان بروسيسوس دو بيرفيكسيونمون. الثقافه ما دازت بهذاك البروسيسوس دو بيرفيكسيونمون بيولوجيك اللي هو ليفولوسيون. الثقافه وليدت واحد الواقع وهذاك الواقع داخله فيه يد الانسان، يعني لا بروبابيليتي دي شيك كاينه. علاش؟ حيت سي ان برودوي دارو الانسان. اوكي، والخطا انيرون في البيولوجيا ديال الانسان، خصك تخطا. وهنايا كتدخل الثقافه، الثقافه فيها اخطاء وطبيعه الحال خص يكون فيها اخطاء، حيت البروسيسوس خصو يبقى غادي دو بيرفيكسيونمون، يعني كتغادي وكتقاد في الاخطاء. غير هو سا ديبون اشنو هو النوع ديال الثقافه اللي دزتي فيها. اوكي، مثلا واحد الانسان تزاد في اوروبا ولا في الميريكان ماشي بحال واحد الانسان تزاد في شي دوله اخرى متخلفه او لا دوله فيها الخرافه والدين. اذا كيفاش غيتقدم الانسان الا جا في واحد ثقافة اللي زوينة؟ حيت الثقافة مهمة للإنسان، اللي كيكون الإنسان هو الثقافة. إذا صادقون على الثقافة اللي انتهى فيها،
واش هاد الثقافه كتشجع الانسان، واش هاد الثقافه عندها واحد استراتيجيه اللي كتجعل الانسان يخدم بزاف ويشتغل مزيان ويقلب على المصلحه ديالو، على الصحه ديالو والتعليم ديالو والممتلكات ديالو. واش هاد الثقافه زوينه؟ واش هاد الثقافه ديال التعايش؟ واش هاد الثقافه كتفسح المجال الابداع والفن؟ واش هاد الثقافه كتخلق واحد السلوك بين افراد المجتمع اللي زوينه وبوزيتيف وبرودكتيف، باش الانسان يكون زوين على مستوى الفرد وعلى مستوى العائله والمجتمع؟ فاش كنشوفوا الثقافه ديالنا كنقولوا الثقافه ديالنا خروانيه. أو الثقافة ديالك كتقول لك خص المرأة تغطي الشعر ديالها وخصها تغطي الجسد ديالها وعندك الحق تطلقها وانت هو اللي واعر والمرأة ما واعراش. هذه هو الثقافة اللي عندنا. الثقافة اللي عندك تقول لنا بأن انتم احسن من الناس الاخرين كاملين، انتم واعرين عليهم احسن منهم وهم كلهم خاطئين وانت عندك الحق. الثقافة اللي كتقول لك الناس الاخرين اعداء ديالك، علاش؟ حيت ما ماشي مسلمين بحالك، تعادو ديالهم. واش الثقافة هذه محكوم عليها بالعدم ولا الاعدام؟ علاش؟ حيت ماشي ثقافة تعايشية، ماشي ثقافة اللي كترحب بالاخر، ماشي ثقافة اللي كتآمن بدوك المساواة ديال الإنسانية. المسلمين ما كيآمنوش بالمساواة. علاش؟ حيت حنا عندنا الحق، حنا هما اللي عندنا الحق، حنا هما الآخرين آخر دين. أوكي، وهذا أشنو علاش كنهضرو؟ كنهضرو على ثقافة، كيفاش أنت كتفكر، البيرسيبسيون ديالك لكل شيء، هادشي اللي كاين كيدور بيك. هذه هي الثقافة، هي العلاقة ديالك مع كل شيء اللي عندك في الـ within reach، داك الشيء اللي كتوصل ليه ولا عندك علاقة معاه ولا غادي تكون عندك علاقة معاه ولا مصلحة معاه أي حاجة. هذه هي الثقافة. واش حنا الثقافة أو هذا هو المشكل ديالنا؟ المشكل ديالنا الثقافة ديالنا خايبة. أوكي، ماشي شي ثقافة اللي كتشجعك أنك تكون واحد الإنسان منتج، واحد الإنسان مندمج، واحد الإنسان هذا الشيء كنعرفو. الإسلام فاش كنشوفو الإسلام تنقولو هذا الإسلام هذا أولا تيقول لك أنا عندي الحق والخوين كلهم ولا الرقاب، هذا هو الفكر الإسلامي. أوكي، إذا أنا أعزي هذا الشيء، هذا هو ديك الفكرة ديال أن الله هضر مع الإنسان. كون الله ما هضرش مع الإنسان كون باقين يا إما كان باقين كنبنيو في الأهرام تحنا وكنديروا واحد الحجرة وكنعبدوها وبخير. على الأقل واحد الحجرة ما كتقولش لك كيفاش غتجوزها، كيفاش غادي تطلقها، شحال عندك من حسنة من سيئة، كيفاش تفرق له الوات مع ولادك، كيفاش تسير الدولة، كيفاش تسير العائلة، هالرجل المكانة ديالو، هالمرأة المكانة ديالها. ما عمرو تيقول صنم، ما عمرو تيقول لك اش غادي دير. اوكي، عبدتي الشمس ما عمرها غادي تدخل لك في حياتك تقول لك خصك تذبح لي حولي، ربما تقولها لك ولكن انت كتقلب على المصلحة ديالك ماشي المصلحة ديالو. انت كدير هدية للصنم كتذبح ليه معزة، ولكن الصنم معمول تقول لك تذبح لي معزة. اذا المسألة عندهم في الديانات القديمة قبل الديانات الإبراهيمية مسألة عندهم one sided، أن الإنسان كان كيقلب على المصلحة دياله ماشي الإله اللي قال لك اش دير، ذبح لي معزة ولا قتل لي شي راجل ولا شي دري صغير ولا. وهذا هو اللي جابت الديانات الإبراهيمية. الديانات الإبراهيمية جات باش تخدم مصلحة الإنسان، إذن المؤسس ديال الدين هو الإنسان. داكشي علاش ما كنلقاوش حتى شي حاجة كتدل على أن المسيح كان، حتى شي حاجة كتدل على أن
موسى كان تشي حاجة ما كدل على أن محمد كان. علاش حيت they never existed. أوكي خذوا الإخوان المايك.